ازيكم عاملين ايه؟ معاكم صوره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن تنسيقات. انا هعمل سلسله تنسيقات على القطعه الواحده، وكمان تنسيقات للملابس للغير محجبات هخليها للمحجبات. فكنت بفكر هبتدي بايه، بعد كده افتكرت ان انا اكتر لبس انا بنزل بيه هو البنطلون الميلتون، فانا قررت النهارده ان انا هعمل تنسيقات ايه اللي هيليق على البنطلون الميلتون غير التيشيرت، علشان نبقى نغير فيه بما ان انا مبهدلاه معايا وبنزل بيه كل يوم. فانا بحاول اغير في شكل الحاجه من فوق علشان الناس ما تحفظنيش في الشارع ويقولوا ام بنطلون ميلتون اهي. المهم انا النهارده على فكره احنا الساعه دلوقتي 3 الفجر، بس انا جت الفكره في دماغي فقلت انا هصورها دلوقتي وبعد كده هنشوف انا هعمل ايه بالظبط. لسه يعني في حاجات في دماغي، فهنشوف مع بعض في الفيديو ده انا هعمل ايه. بس قبل ما ابدا الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي اشتراك، زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو على طول دوسي عليه، دوسي عليه دوسي عليه يعني عادي، ودوسي كمان على الجرس علشان يوصلك اي فيديوهات من السلسله دي، عشان انا هعمل سلسله التنسيقات زي ما انا قلت لكم. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه، وده هيكون اول اوت فيت معايا. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ده كان اخر اوتفيت معايا، اللي هو بقى الاسهل حاجه ان انا بلبسه على طول، حتى تلاقوا فيه فيديوهات كتيره انا لابسه الاوتفيت ده. المهم يا رب يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك للقناه، وشكرا انتوا شجعتوني في الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديوهات الجايه والتنسيقات الجايه ان شاء الله. نسيت اقول لكم ان اماكن بيع البناطيل الميلتون اللي بشتريها كانت الاثنين من ال سي وكيكي، بيبيعوا بناطيل حلوه وبتعيش معاكم وبتستحمل غسيل ولبس عادي وما بتشفش في الجسم، وده اهم حاجه عندي. في منه شتوي وفي منه صيفي عندهم، تمام. والاسعار كانت بتتراوح يعني 200 جنيه، كان هو البنطلونين شاريهم الواحد ب 200 جنيه، تمام. وتابعوني في فيديو جاي. باي باي.